يلا شباب، يلا يا دكاترة، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى إن شاء الله أكبر جزء في الجي أي تي اللي هو السمول انتستين. ده إن شاء الله فيه مذكرتين اللي هو البارت 2 وبارت 3 بإذن الله. نركز بقى مع بعض يا ولاد. قبل كده خدنا البارازايتس افكتنج الليفر. كانوا كام واحدة؟ أربعة. اثنين تريماتود واثنين تستود. اثنين تريماتود فاشيولا وكرونولفس. واثنين تستود كانوا نفس الاسم. بيكاي كوكس. بس واحدة جراني لوكس والثانية كاني كوكس. ماتيو لوبيلينس. حلوة. نبص بقى النهاردة هنتكلم على البارازايت افكتنج سمول انتستين. يعني ان شاء الله خمس حصص من اول النهارده واربعه كمان كلهم الهابيتات فين؟ في السمول انتستين بتاع الانسان. تمام كده؟ يبقى كلمه هابيتات خلاص بقت سمول انتستين لحد ما نخلص ونبدا فين ان شاء الله. النهارده هنبدا بثلاثه تريماتودز بيعيشوا في السمول انتستين، وهنختم الحصه ان شاء الله بواحده بس سيستول افكتنج سمول انتستين. افتح بقى ورقة المذكرة كده رقم واحد. الثلاثة تريماتودز اللي هم افكتنج سمول انتستين، الأولى مصرية صرف عايشة عندنا احنا بالتحديد، اسمها هيتروفس. هيتروفس مهمة جدا في الامتحانات. اسمها يا ولاد هيتروفس. هيتروفس أختها التوأم اللي عايشة في الفار ايست اسمها ميتاجونيمس يوكو جواي. في الفار ايست بقى يبقى اسمها ايه؟ ميتاجونيمس يوكو جواي. اسم ياباني صيني. التالتة اسمها فاشيولوكسس باسكاي. خد بالك من اسم فاشيولوكسس عشان احنا خدنا قبل كده ايه؟ فاشيولا. دي حاجة ودي حاجة. لو تفتكروا كنا في كلمة او في حصة الفاشيولا واحنا بنقول الدايجنوزز قلنا ستول اناليسيس فور اكس، صح؟ اللي بتنزل مع البايب دي بتنزل في الستول. وقلنا لك ان في عيوب في الستول اناليسيس، ان البيضه بتاع الفشيوله هي نفسها بيضه دوده ثانيه هناخدها بعد كده ان شاء الله، اللي هي اسمها ايه بقى دلوقتي؟ ايه؟ فاشيولوكسس باسكو. طيب يبقى النهارده هناخد ثلاثه تريماتودز افكتنج سمول انتستين، نقولهم تاني مع بعض. هيتروفس. هيتروفس مصريه اختها اليابانيه ها؟ ميتاجونيمس يوكو جواي. الثالثه اسمها فاشيولوكسس باسكو. طيب ناخد اول اثنين مع بعض اللي هم الهيتروفس والميتاجونيمس عشان بص كده حتى في الالوان هتلاقي الاثنين بالازرق، صح؟ يبقى الاثنين دول توأم يا ولاد. زي مين يعني خدناهم توأم؟ زي الفاشولا جيجانتيكا والفاشولا هيباتيكا. فاكرين؟ كان في شغل مختلف في الجسم، الاثنين كانوا واحد باختلاف بس الشكل، مش كده؟ دول نفس الكلام برضه. هيتروفس وميتاجونيمس زي بعض بالظبط، توأم، بس واحده في مصر والثانيه فين؟ في الفار ايست. طب بصوا بس عشان ده الكلام ده مهم. الدولتين دول يا ولاد بيجوا لنا عن طريق اكل سمك ملوث. خدنا حاجه بتيجي عن طريق سمك ملوث؟ ايوه. الكولونوجيس ساينسيس. واتفقت ساعتها انا وانتم اتفاق، قلت لكم طالما الدوده بتنتقل عن طريق اكل السمك الملوث يعني الانفكتد ستيج جوه لحم سمكه، يبقى عندي اثنين عيل بسيط. الاول اثنين عشان دول تريماتود، والثاني هيبقى السمك. واحده واحده بقى، مين ديفينيتيف هوست؟ كالعاده خلاص ايمان. ده اللي جواه القطر بتتجوز وتبيض، والبيض بينزل مع الراس بتاعه. طيب مين ريزرفوار؟ مين الحيوانات اللي تنفع ريزرفوار هوست زينا زيها في السايكل؟ اكيد الحيوانات اللي بتحب تاكل ايه يا اولاد؟ تاكل سمك. زي مين؟ زي الدوجز والكاتس في مصر اللي هم مين؟ التروفيس. التروفيس وزي الدوج والكات والبيج في الميتاجونيمس يوكو جوه. طيب ناخد بقى حته مهمه جدا اللي جايه دي يا اولاد. الانترميديت هوست كام واحد؟ لا حفظوا معايا. اثنين انترميديت هوست. الاول سنيك والثاني سمكه. ناخد بقى الهيتروفس لوحدها الاول المصريه. السنيك بتاعها مهم جدا 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 في الامتحانات نظري وعملي. اسمه بايرينيلا تونيكا. اسمه ايه؟ بايرينيلا تونيكا. السنيك ده يا اولاد فتحته يمين. فاكر الكلمه دي؟ يبقى ديكسترال ولا سينسترال؟ ديكسترال سنيك. السنيك ده يا اولاد غريب جدا بقى تصرفاته. يعني ايه؟ يعني جميع السنيد اللي هتاخدها ان شاء الله السنه دي بتعيش على سطح الميه.
يعني في الميه بس على سطحها كده، تمام؟ يعني تاكل الاكل اللي موجود على سطح البحيره او سطح الايه المستنقع. يبقى كلهم سيرفيس فيدرز بياكلوا من على السطح الا مين؟ الا مين بقى؟ احفظ معايا البارينيلا كونيفر. بصوا يا اولاد، ادي السطح بتاع البحيره وادي القاعه، ده ما ياكلش كده على السطح، ده ينزل الميه ويغطس بدماغه كده وياكل ايه؟ البوليوشنز اللي تحت خالص كده في القاع. يبقى البارينيلا كونيفر سيرفيس فيدر ولا بوتوم فيدر؟ بوتوم فيدر. ادي اختلاف مختلف مهم جدا عن بقيه اخواتي. طب وايه تاني يا اولاد؟ جميع السنيلز بيعيشوا الميه العذبه. هنكتب فريش ووتر الا ده، ده اسمه ايه؟ بايرينيلا كونيكا سنيل. ده بقى ما بيحبش الميه العذبه. امال الميه مالحه مثلا؟ لا برضه ما بيحبش. امال نعمل له ايه ده؟ سبحان الله بقى، ربنا خلق له ميه مزيج من العذبه والملح. دي اسمها براكش ووتر، ميه دلع، ميه ملح خفيف. اسمها ايه؟ براكش ووتر. اكتب على كلمه براكش ديت مزيج من الميه العذبه والملحه. يبقى يا جماعه لو جالنا في امتحان سنيل استثنائي عن اخواته هيبقى مين في الاخر؟ هو البارديلا كونيكا. ليه بقى استثنائي عن اخواته؟ ليه؟ علشان ما هوش سيرفس فيدر، ده ماله؟ ده بوتوم فيدر. كمان مش فريش ووتر سنيل، ده ايه؟ براكش ووتر سنيل، يعني بيعيش في الميه المزيج من الميه العذبه والملح. طب يا اولاد، الميه الغريبه دي اللي هي مزيج من الميه العذبه والملح موجوده في مصر. فين في مصر؟ في بحيرتين، بحيره اسمها المنزله وبحيره اسمها البرولوس. سمعت عنهم دول؟ دول في الشمال في الدلتا عندنا، في بلدين صغيرين كده اسمهم المنزله والبرولوس. ها يا ولاد، هيقول لك في الامتحان علم الهيتروفس التروفس. في مصر منتشره في المنزله والبرولوس فقط. اشمعنى بلدين دول؟ عشان فيهم ايه؟ البراكش ووتر. طب ما تكتبش الكلام ده، جاي كمان شويه. فهمت ولا لا؟ يبقى ليه الدوده اللي اسمها هيتروفس مستقره ومبسوطه في مصر؟ عشان مصر فيها براكش ووتر اللي صالحه لمين؟ للسنيل. طب وفين بالظبط براكش ووتر دي؟ فوق في الدلتا. اسم البلدين ايه؟ المنزله والبرولوس. جاي كمان شويه في الايبيديولوجي حالا. طيب كده احنا خدنا الكاركترز بتاعت البايرنيلا كونيكا سنيل. السنيل الثاني بتاع الميتر دوني مصر يوكو جواي اسمه غريب شويه، اسمه سيمي سالكوس بايرا لاي بيرتينا سنيل. اسمه ايه؟ سيمي سالكوس بايرا لاي بيرتينا سنيل. ده سنيل عادي بقى. عادي يعني ايه؟ يعني سيرفس فيدر، تمام؟ وفريش ووتر، وبرضه فتحه يمين، يبقى ديكستر سنيل. طب السمكه بقى اللي هي تمثل ايه؟ سكن انتر ميديات هوست، اللي هيكون في لحمها الانفكتد ستيج بتاعت المرض بتاع الدوده. عندنا في مصر سمك البوري وسمك البولت، اظن معروف ده، مش كده؟ بس طبعا هنحفظ اسمائه العلميه اللي هي الموجب والتليبيا. عندهم في الفار ايست السمكه برضه اللي انت عارفها، فاكرها؟ سايبرينويد فيش، اللي هي احد انواع السلمون فيش. سمكه قذره بتنقل امراض كثيره جدا، سواء بارازيتك او فايرال او بكتيريا، واكله مشهوره جدا هناك فين؟ في الصين، في الفار ايست بصفه عامه. طيب عشان خاطر انا بقى الكونكلوجن بتاع الصفحه دي، اول دولتين بالازرق دول ايه وايه؟ هيتروفس. هيتروفس اختها اليابانيه اسمها ايه؟ ميتا كوني ماسيوكو جوار. مين ديفينيتيف؟ مان. مين ريزرفوار؟ فيش ايتنج انيمالز اللي هم دوكس وكاتس، لكن في الفار ايست هنزود البيجز كمان. طيب مين فيرست انترميديت؟ عشان دول كريماتودز سنين صح؟ في مصر بارينيلا كونيكا، في الفار ايست سيمي سالكو سبايرال لاي بيرتينا سنين. التو سنيلز فتحه يمين يبقى ديكسترال، لكن الباقي يختلف صح؟ البارينيلا ايه؟ بوتوم فيدر، انما الثاني سيرفيس فيدر. البارينيلا براكش ووتر، انما الثاني فريش ووتر زي بقيه اخواته. كويس. السمكه بقى اللي هي تمثل سكند انترميديت هوست يا اولاد، ها في مصر؟ يا ابني قولوا بقى البوري والبوري اسمائهم الغبيه موجل اند تليبيا. طيب السمكه بقى في الفارس اسمها ايه؟ سايبرينويد فيش، هي احد انواع السمك. نرجع بقى الصفحه ونعمل اللايف سايكل بتاعتنا. قبل ما نخش على السايكل بص كده كويس على المورفولوجي، اكتب على كل المورفولوجي دوت عملي فقط، كله ان شاء الله في حصه العملي بس. ايه رايك في الادلت؟ شايفها؟ بتاع الهيتروكس والميتاجونيوس تقريبا زي بعض صح؟ شبه الكمثرى. الناس اللي بتنبي بصوا لي بقى،
شبه ايه؟ الكمثرى بير شيب وحجمهم صغير جدا والاثنين بيعيشوا في السمول انتستين اوف مان اند اند ايه؟ اند فيش ايتنج اند صح؟ نقلب بقى صفحه ونخش على اللايف سايكل. اللايف سايكل يا اولاد شبه كتير جدا او شبه مطابقه لسايكل اللي اخذناها اللي كان فيها سمك برضه فاكرها بتاعت مين؟ كولونورد الساينس لدرجه انها نفس البيضه ونفس السركات فهراجع عليها بسرعه كده واللي عايز يرسم معايا يرسم بقى. هنبدا برضه كالعاده بالايج بتاعه الهيتروكس فاكرين منظرها ده؟ كانت دبل شيل وعندها ورا بروز اسمه بوستيريور نوب وقدام عندها غطا اسمه اوبيركولم وكانت بتنزل ماتيور يا ولاد ماتيور يعني فيها ايه؟ ميراسيديم جاهز على طول. الناس اللي بتلم ورا لو سمحتوا ركزوا معايا من فضلكم. حصه النهارده ان شاء الله قصيره خالص مش طويله ان شاء الله يعني. مين دي يا ولاد؟ ماتيور ولا ايه ماتيور ايه؟ ماتيور ايه؟ نكتب عليها. نفس بيانات البيضة بتاع كرونوكس بالحرف ها ايه اللي قدام ده؟ بيرلك وايه اللي ورا ده؟ نوب وده مين ده؟ ميراسيديم دي دبل شيل او فيك شيل ولونها برضو اصفر وحجمها 30 في 15 مايكرومتر وما تحفظش احجام ليز ماشي ها حجمها كام؟ 30 في 15 مايكرومتر. البيض ده يا اولاد هينزل مع طراز العيان اكيد طبعا مش كده؟ لان دود عايشة فين؟ في الاسكول انتست يبقى البيض ده هينزل مع الاسكول اهو. نفس القصه اللي حصلت بالظبط في الكولونوريس. البيض ده لازم ينزل في ميه يا اولاد. ليه لازم ميه؟ عشان انا محتاج اثنين انترميديت فوس والاثنين اكواتر اللي هو الاثنين والسمكه. طب البيضه ماتيور صح؟ اول ما تنزل في الميه ياكلها الاثنين في بطنه اهو. الايج هتبقى انجستد باي سنيل اللي هو يمثل انترميديت هوست رقم واحد وتفقس جواه صح يا ولاد؟ يطلع منها مين؟ ام ها؟ تدي ايه؟ اس ها؟ تدي ار ام ده ميراسيديا مصر اهي مصر يا جماعه تحيا مصر قدامنا اهو ها؟ ام ميراسيديا واس سبوروسيست وار ايديا. طب وتدي الاربط رابعه اللي اسمها سيركاليا فاكرها؟ اهو سيركاليا اللي عندها ممبرينا ستيت لوفو سيركا ستيت. دي برضه نبص على شكلها علشان يهمنا. ادي راسها وادي ديلها وادي الممبرين اللي محوط ناحيه كامله وتلت الناحيه الثانيه اهو. الراس دي يا ولاد فاضيه ولا فيها السكر؟ فيها الاورال سكر وفيها البنترال سكر فاكرين الكلام ده؟ وفيها كمان الجت اللي هي اسوفيجس واثنين انستاينال سيكا. والاسوفيجس ده متحوط بعضله اسمها فارنكس وعلى الجناب يمين وشمال هنلاقي غدد اللي بيستخدمها في اختراق السمكه. يبقى اسمها ايه الغدد دي يا اولاد؟ اهو اهي تاني كده ايه الاحمر ده؟ اورال سكر وده فنترال سكر والزرقاء دي الجت صح؟ طب ايه الغدد دي اللي هنخرم بيها السمكه دلوقتي؟ بنتريشن جلاند. طب ده سيمبل تيل ولا ممبرينس تيل؟ ممبرينس تيل. ده كله اسمه ايه؟ لوفو سيركا سيركا ايوه قوي. هتخرج بره الاسنين وتعوم في الميه. تقابل مين تخرم؟ السمكه وتسيب ديلها برضه. فاكر الراس لوحدها دي كان اسمها ايه؟ ميتا سيركاليا. واضح ان حته الليفر ما اتذكرتش خالص. اتحدثت في الزباله ما طبعا الذاكره استثناء. انت هتذاكرها امتى في وسط الهلومه اللي فاتت دي كلها؟ بس خد بالك لازم بعد كده لما ذاكرهاش يبص عليها كويس قوي. ها الراس دي لوحدها اسمها ايه؟ ميتا سيركاليا. طيب الراس بالديل على بعض اسمهم؟ لوفو سيركا سيركاليا. حلو قوي. طيب خليك معايا بقى يا دكتور. خرجنا بره السيركاليات كلها خرجت بره الاسنان. بتعوم فين دلوقتي؟ في الميه. هتقابل مين دلوقتي؟ السمكه. تروح خرمها بالبنتريشن جلاند وتسيب ديلها بره.
يبقى ايه اللي هيخش في لحم السمكه؟ كل السركاريا ولا راسها بس؟ راسها بس اسمها ميتا سركاريا، وتتحوصل في لحم السمكه يبقى اسمها انسيستد ميتا سركاريا. بس نيتريشن فيش اللي هي تمثل سكند انتر ميديات هوست. في الاخر الرسمه دي مهمه جدا اللي هي الميتا سركاريا المتحوصله في لحم السمكه اللي اسمها انسيستد ميتا سركاريا. الاحمر ده هو لحم السمكه. وكالعاده اللي جوه ادي الاورال سكر وادي الفنترال سكر وادي الجت وادي المسكر فارينكس، ودي اسمها انسيستد ميتا سركاريا. بس خلاص ها، واحد بقى جديد يتعيد ازاي؟ ياكل لحم السمك ده امبروبرلي كوكت، مش مطبوخ يعني مش مقلي ولا مشوي عدل، او امبروبرلي سولتد. هو ايه السولتد فيش ده؟ الفسيخ. وده هنجيب سيرته في الحته بتاعت الكوميونتي الوضيعه اللي هو ايه؟ شم النسيم. عارفين شم النسيم؟ وفسيخ وقرف والكلام ده، هنجيب سيرته كمان شويه. طيب يعني انفكشن تو اذر مان اهو. باي باي ايه يا ولاد؟ ان انجستشن اوف اي ام يعني يا ولاد؟ انسيستد ميتا سركاريا ان كونتامينيتد فيش. هتروح الميتا سركاريا واصله على اليومن اوف سمول انتستين اوف مان، تقلب على ادلت. خلاص بقى ما لا هنخرم ولا هنعمل، ده بيتنا نتجوز ونجيب الليبس. بس كده خلاص سهله خالص. طب بالاحمر اهو كده، مين يا جماعه الانفكتيف ستيج اللي احنا اكلناها في سمكه المقبله؟ انفكتيف ميتا سركاريا. يبقى سيادتك هناخد علامه على دي كده ونكتب انفكتيف ستيج. طب ايه يا جماعه الدايجنوستيك ستيج اللي نزلت في مراز العيان شفناها تحت الميكروسكوب؟ ها؟ الماتيور ايج. طب ايه المود اوف انفكشن بتاع السايكل دي؟ اكلنا انسيستنت ميتا سركاريا في لحم سمك ملوث، يعني ده كله يعتبر مود اوف انفكشن. شباب وانت كده بترسم اسالك سؤال، يعني ايه دايجنوستيك ستيج بتاعت اي دوله؟ ايوه يعني المرحله اللي بتثبت ان الشخص ده مصاب بالدوده، صح كده؟ يعني تبقى منين دي بقى؟ نطلعها منين؟ يعني اي مرحله من مراحل دوره الحياه. طب ممكن بص يا باشا خاطر عشان السؤال بتاع امبارح بتاع الامتحان اللي قدامك دي فيها كام مرحلة السايكل دي؟ فيها سبع مراحل. إيه هما السبع مراحل دول؟ الأدلت الأول صح؟ اللي قاعدة فين؟ في السمول انتستين، أدلت ورم يعني، اتجوزت جابت البيضة اللي هو مرحلة رقم اثنين، فاست جابت كام لاربة ورا بعض؟ خمسة اللي هما مين؟ ميراسيديم، سبوروسيس، ريديا، سركاريا، انسيستد ميت سركاريا، اللي في الآخر بقت أدلت من جديد. يعني كام مرحلة في السايكل؟ سبعة بالظبط. اي واحده من دول لو شفناهم تحت الميكروسكوب تبقى دايجنوستيك ستيج. فهمت الكلمه؟ يعني اي مرحله من السبعه بتوع السايكل تقع لك في براز العيان وتشوفها تحت الميكروسكوب هي مين؟ هي مين يا دايجنوستيك. هنا طبعا هتبقى ايه؟ هتبقى الماتيور ايج صح؟ ولا الادلت بتقع ولا اي رقم بيقع في البراز. يبقى مين الوحيده هنا دايجنوستيك؟ الماتيور ايج اللي وقعت في براز صح ولا لا؟ العيان. طب انا لما افحص دم العيان والاقي فيه هاي ايزينوفيليا، هل الايزينوفيليا دايجنوستيك ستيج؟ طبعا لا. هي الايزينوفيليا دي قطعه من دوره حياه الدوده؟ لا يا ابني، دي خليه مناعيه الجسم مطلعها ضد الدوده،
يعني هاي إيزينوفيليا دي هي دايجنوستيك ساين، فاهمين يا اولاد؟ مش دايجنوستيك ستيج. ثم ان هاي إيزينوفيليا او إيزينوفيليا بصفه عامه بتطلع مع الهايداتد بس، بتطلع مع الهتروفس بس، بتطلع مع اي دوده تصيب جسم الانسان. اذا الإيزينوفيليا ما هياش سبيسيفيك دايجنوزز لاي حاجه، ده ممكن واحد ما عندوش دود خالص. امال ايه؟ شويه تراب جم زي اللي جاي الاسبوع اللي جاي ده ولا بقيه الاسبوع، تراب وزعابيد وبتاع، فجاله حساسيه من التراب. لو خدت منه دم هنلاقي هاي إيزينوفيليا عشان تدخل في الحساسيه، في الحساسيه مع الاي جي اي. اذا كلمه إيزينوفيليا مش دايجنوستيك لاي حاجه ابدا، فهمت؟ دي بس تهلب مني كده ان انا افكر ان العيان ده ممكن يكون عنده دوده، صح ولا لا؟ فهمتوا قصدي؟ السؤال بتاع امبارح بيقول لك ايه بقى؟ ايه احسن طريقه تشخيص للهايداتي ديزيز؟ هل اكس فلستول؟ مش ممكن طبعا. ليه بقى؟ عشان البيض بتاع الايكانوكوكس بينزل في ايه؟ في براز الكلاب، صح يا دكاتره؟ مش انا قعدت اتنطط على السي جي ساعتين واقول لك ان الدوده دي نان هيومن، مش بتاعه بني ادمين، صح؟ يعني القطط عايشه فين؟ في السمول انتستين بتاعه الكلاينز. ايه الكلاينز دي؟ القطط والكلاب والفوكس والولف. يبقى البيض بينزل في براز مين؟ القطط والكلاب. هل ده دايجنوستيك ليا؟ انا مش ممكن اجيب البيض في البراز بتاعي، صح ولا لا؟ يبقى كلمه اكس تتشطب على طول من دماغي. اي اختيار من الخمسه في كلمه اكس ما يخصنيش، صح؟ عشان انا دكتور بشري بشخص البني ادمين. طيب تعال نشوف بقى إيزينوفيليا في السي بي سي، هل دي دايجنوستيك للهيداتيك بس؟ ردوا عليا. لا يبقى ما تنفعنيش برضه، مش كده ولا ايه؟ طيب ايه اللي كانت فاضله؟ سبيوتم اناليسيز لحاجه اسمها شاركوت لايدن كريستالز. قريتوا الكلمه دي؟ يعني جت في بعض. المهم يعني دي عباره عن ديد إيزينوفيلز برضه. دي لسه هناخدها ان شاء الله في السمول انتستين في النيماتودز في الحصه رقم 5. يعني عباره عن ديد إيزينوفيلز. حتى يا عم لو مش فاهم الكلمه يقول لك سبيوتم اناليسيز. هو فوق ذكر لك ان هي موجوده في اللنج اصلا؟ ها؟ رد عليا. فوق ذكر لك انها في اللنج؟ قال لك هايداتك بصفه عامه. طب والهايداتك بصفه عامه بتيجي فين اكتر؟ في الليفر يا دكتور. يبقى السبيوتم ما ينفعناش. ما ناقص غير حاجه واحده اللي تنفع معاه، سبيسيفيك انتي بادي في السيرولوجي. انت فاهم ايه الكلمه دي اصلا؟ انت مش خدتوا يا جماعه النيرولوجي؟ مش كده ولا ايه؟ مش كان في سنه اولى؟ شباب لما يخش جوايا اي اورجانيزم سواء فيروس او بكتيريا او فانجس او بارازايت، مش ده عباره عن انتيجين؟ الجدار بتاعه عباره عن انتيجين معين بترتيب بروتين معين، صح؟ الهيمورال اميون سيستم بيطلع له ايه بقى؟ انتي بادي سبيسيفيك ليه؟ لده بس بالتحديد. يعني انا لو لقيت واحد عنده انتي بادي ضد الانفلونزا فيروس يبقى 100% عنده انفلونزا فيروس بس، فهمتوني؟ لو لقيت في الانتي بادي او في السيرم انتي بادي ضد الهايداتك يبقى عنده ايه على طول؟ هايداتك بس. لقيت ضد الفاشيولا يبقى عنده فاشيولا، فهمتوني؟ يبقى مين الحاجه السبيسيفيك اللي تنفع في الخمس اختيارات بتوع امبارح؟ السيرولوجي والانتي بادي، صح ولا ايه؟ خلصت ايه؟ انا بس بعد القصه اللي حكيتها دي عايز اطلع بمعلومه. دكتور دايجنوستيك ستيج هي احد مراحل دوره الحياه. انا جاني امبارح سؤال، هي مش إيزينوفيل دايجنوستيك ستيج؟ يا خبر ابيض. إيزينوفيل دي يا جماعه عباره عن خليه، مش كده؟ خليه مناعيه الجسم مطلعها. هل الإيزينوفيل دي حته من دوره حياه البارازايت؟ صح؟ فترد عليا ازاي؟ مش احنا شفناها تحت الميكروسكوب؟ يا اخي مش اي حاجه تحت الميكروسكوب. لو شفت النمله تحت الميكروسكوب ده بقى دايجنوستيك؟ ها يا جماعه لازم تكون واحده من دول اللي انا كاتب اساميهم دول، صح يا ولاد؟ ايه بقى من السبع حاجات دول؟ مش دي واحد؟ دي واحده صح؟ اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. مين من السبعه دول اللي بتتشاف تحت الميكروسكوب؟ الاك تبقى هي ايه على طول؟ طب مين من السبعه دول اللي بتسبب العدوى في الاكل؟ يبقى دي مين؟ انفكتيف ستيج، صح يا ولاد؟ فهمتوا ولا لا؟ طب الحمد لله. مالها بقى؟ انتي بادي ايه؟ هو ايه ده؟ سؤال تعبان؟ سؤال تعبان مش طريق احسن طريق تشخيص وخلاص. بس يلا يا ولاد نقلب الصفحة هنلاقي هي خدناها خلاص. صفحة أربعة. طبعا السؤال الثاني بتاع الفاشيولا اللي جه امبارح
حد اتعصب فيه بهبل مش كده؟ اللي هو السيمتومز والساينز بتاعت الاكيوت فاشيوليزس. اللي هو مين بقى؟ الثلاثه الترايات فاكرينهم؟ فيفر وتندر هيباتوميجالي والايزينوفيليا. هل الايزينوفيليا هنا بقى دايجنوستيك للفاشيوله؟ يا ابني ما طلع مع الفاشيوله وطلع مع الكلوز بتاع المعارض وطلع هنا برضه. فهمت ولا لا؟ صح يا دكتوره؟ نقلب بقى الصفحه هنلاقي خدنا صفحه كام دي؟ اربعه خلصناها خلاص. نقلب صفحه خمسه خدنا نصها الفوقاني. شفت الحصه خلصت اهي، يلا خليك معايا بقى. دكتور ايبيديميولوجي. بالمناسبه يا شباب لما اكتب لك ايبيديميولوجي كده في قلب الدوده زي اللي انت شايف دلوقتي صفحه كام؟ خمسه. ده تابع اسئله البره اخر السنه. انما الابيديميولوجي الخاص بقسم الكوميونتي انا عامل له جزء لوحده في نهايه الجي اي تي. ماشي يا ولاد؟ يبقى لما تلاقي كلمه ايبيديميولوجي اللي قدامك دي تابع مين؟ تابع اسئله البره اخر السنه ان شاء الله. دكتور مين المصريه؟ هيتروفس ولا ميتاجونيمس؟ مين المصريه؟ هيتروفس هيتروفس. مين اليابانيه؟ او في الفار ايست؟ ميتاجونيمس يوكو جوار. طب فاكر الهيتروفس المصريه عايشه فين في مصر بالتحديد؟ في الدلتا في الشمال. في انهي بلدين؟ المنزله والبرادوس. عشان فيهم ايه؟ براكش مول. حلو قوي. طيب نخش على اللي بعده. اكتر وقت تنتشر الهيتروفس في مصر يوم شم النسيم. اشمعنى؟ لان يا اولاد الفسيخ عشان يتقتل جواه الاورجانيزمز لازم يتملح على الاقل من 10 ل 14 يوم، يعني من 10 ايام لاسبوعين. يتغطس في الملح عشان الملح ده ينشف تماما السمكه ويقتل اي فورم بادي جواه. لكن لو عندنا تاجر ما عندوش ضمير وجاله السمك يوم السبت مثلا لسه فريش كده، يروح مغطسه في الملح يومين بس اللي هم ايه لحد يوم الاثنين كده، ده سمك اتملح بروبرلي؟ لا، ده امبروبرلي سولتد. يقول لك ده بقاله 16 سنه في الملح. خلاص ده ساعتها اسمه ايه؟ امبروبرلي سولتد فيش ويسبب العدوى. طب اشمعنى المده بتاعت ال 10 ايام و 14 يوم؟ عشان ده العمر الافتراضي بتاع مين يا اولاد؟ بتاع النيبس الخالي انا قاعده انسيست جوه لحم الايه؟ جوه لحم السمك. حلو قوي. طيب عشان كده الفسيخ وشم النسيم من اكثر الاوقات اللي بينتشر فيهم المرض بتاع النهضه. طيب غير شباب، هو انا عملت ايه في السايكل دي؟ بوظت بيه الدنيا وعبيد الاخرين. عملت ايه هم؟ ديفيكيشن فين؟ في الميه، صح ولا لا؟ انا بادهاجينيك بيرسون رحت عامل تبرز في ميه، صح؟ فنزلت البيضه دي وبدات السايكل بالشكل العجيب ده. اذا انا لو ما تبرزتش في الميه اصلا هبوظ السايكل دي خالص، صح يا ولاد؟ طيب في بقى ايه؟ كتاب كاتب في المدن الساحليه وذاكر مثال في مصر اللي هو بورسعيد. في حد هنا بورسعيد؟ الحمد لله. ها بيقول لك الصيادين هناك يا ولاد، الصيادين بقى مش هم على المراكب الكبيره بتاعت الحكومه او بتاعت الدوله، لا، الصياد الغلبان اللي عنده مركب خشب صغيره بمقاديف ده. اسمع يا عم ده اكيد، تصدق ان المركب دي ساعات بتبقى بيته؟ بيته؟ اه والله بيته بيعيش فيه هو ومراته وعياله. يركنها كده على الشط ويبقى ده بيتهم، ولما يحبوا بقى فلوس تخلص ياخد المركب دي ويطلع فين؟ في نص النهر كده ويقعد بين يومين والثلاثه والاسبوع والثلاثه على حسب ما ربنا يرزق، رامي الشبكه ومستني ربنا يرزقه بالسنه، تمام؟ ده اللي يقصدهم مين بقى؟ الكتاب اللي هم الصيادين الغلابه دول. دكتور الراجل ده خد معاه شويه اكل وشرب وقعد في وسط النهر كده، اسبوع عدى ربنا ما رزقش، الاكل خلص، تمام؟ طب خلال الاسبوع ده هيعمل فيكيشن فين؟ في المركب ولا فين؟ في الميه، اهو كده نزل البراز فين؟ في الميه، كمان اسمع بقى الجايه دي، الاكل خلص لسه هيرجع ويجيب، عارفين بيعمل ايه؟ بيروح مطلع سمكه ولا اتنين من اللي هو مصطادهم دول ومنظفهم جامد جامد كده وواكل اللحم بتاعهم كده وخلاص. لقمه اقول لك ده لحم دي فريش كده، ده كده بيعمل السايكل بالظبط، ده فتح صفحه السايكل بتاعتها وبياكل امبروبرلي كوكت فيش وبيعمل ديفيكيشن فين؟ في الميه، صح؟ يبقى ده سبب مباشر في نقل العدوى في المكان ولا لا؟ ردوا اه سبب مباشر. طيب ده في المدن الساحليه. اخر حاجه بقى انا قلت لك الحصه اللي فاتت او الاد اللي فاتت في التشيول الاكوا كلتشرز فاكرها؟ المزارع السمكيه، هي دي ممكن تسبب عدوى الاخرين؟ اه لو انا سميت الارض الزراعيه بتاعتها بايه؟ بالستو بالبراز بتاع البني ادمين او القطط او الكلاب او الخنازير، ساعتها انا بجيب البيضه بايدي واحطها في المزرعه السمكيه مع سنين وسمكه والسايكل تكمل. وكمان السمك كله يتملي ايه؟ انسيستد بيتس تكمل في المزرعه السمكيه، اروح انا مسطره الاوفر ذا اروح مظبط الدنيا كلها.
فهمتوني يا ولاد؟ ادي الابيديميولوجي اللي هو على فكره في الهيتروفس مضغ اسئله على طول، عشان كده بنرمزهولك ومليان احمر وحاجات حلوه دي. حط عليه مهم جدا 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 الابيديميولوجي بتاع الهيتروفس والميتاجونس. نقلب بقى الصفحه. ايه الباثوجينيسيس والكلينيكال بيكتشر اللي ممكن تحصل من الدوده الهبله ده ايه؟ دكتور الدوده دي صغننه جدا خالص بالملي، بس طبعا لو هي انفكشن ممكن تعمل مشكله. طب لو لايت انفكشن مش هتعمل حاجه. دكتور لو هي انفكشن الدوده عندها سكرز، يعني لو رسمت لك واحده منهم كده شبه الكمثريه كده اهو، ماشي يا دكتور؟ ايه ده؟ ده فنترا، ده اورال سكر. طب وده؟ فنترا سكر. وعندها واحد كمان ورا الفنترا سكر. يا بنت اللذينة ده بقى محوط الجينيتال اوبننج بتاعتها، ده بقى اسمه ايه ده؟ جينيتال سكر. يبقى عندها كام سكر دي؟ ثلاثة سكر. اسمع بقى دي بتفضل تنتج السكرز بتاعتها كده في الجدار بتاع الجسم والانتستين، ده ميكانيكال دامج مش كده يا ولاد؟ بتعمل سوبرفيشال ألسريشن اند نكروزز في الميكوزا بتاعت السمول انتستين. ولما تقعد تعمل كده 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 مش بتاكتف وتيريتيت الجوبلت سيلز، سمعت عنها دي؟ دي بتطلع ايه دي؟ ميوكس. اذا لما تعمل لها اريتيشن هتطلع نورمال ميوكس ولا اكسسيف ميوكس؟ اكسسيف ميوكس سيكريشن. ده اول طلب تحصل عندك في الباثوجينيسيس بتاع المرض. لايت انفكشن 7 8 10 20 دوده 50 دوده حتى مش هتفرق معانا قوي، ممكن ما نحسش بيها. لكن لو عندنا ال 100 دوده يبقى اسمه ايه؟ اي بي انفكشن. هتعملك ايه بقى بعد ال 100 دوده دي؟ هتعمل نفخ، فاكر النفخه؟ نوزيا، فوميتنج، دايريا، ابدومينال بين او ابدومينال كوليك. طب والدايريا عاديه ولا مليانه ميوكس؟ مليانه ميوكس عشان في اكسسيف ميوكس سكريشن، ودي اسمها ميوكويد دايريا. اسمها يا ولاد؟ ميوكويد دايريا، يعني فيها ايه؟ اكسسيف ميوكس. ومش طول النهار عنده الاسهال، بيروح ويجي. يبقى كونتينوس ولا انترميتنت؟ انترميتنت ميوكويد دايريا. طيب كل ده طز فيه، ايه يعني شويه اسهال ومغص؟ ولا حتى هناخد دواء وهيخف ان شاء الله. في بقى كومبليكيشن مرعبه ودايما موضوع سؤال في الامتحان. ممكن بص عشان تحسبها، بس ما تيجيش عندك دلوقتي. خليك معايا بقى. انا هرسم يا دكتور مقطع اهو في الفيلاي والميكوزا بتاعت السمول انتستين. والنبي اللي هتبص لي اهو، بص لي يا دكتور. مين بقى اللي شبه الكمثرى اللي قاعدين جنب بعض دول؟ الدود اللي هو الادلتس، صح؟ لو كبرت واحده تطلع دي. طب الدود ده قاعد يتجوز مش كده؟ ويعمل ايه بعد ما يتجوز؟ بيبيض. البيض كله نزل اهو، لازق في الجدار بتاع السمول انتستين. دي بي امبيدد يعني محشور ام بيت من الفيلاي، صح يا ولاد؟ طب ايه المشكله؟ البيض ده يا ولاد فاضي ولا جواه ميراثيديم؟ جواه ميراثيديم. على فكره بقى في حاجه انت ما تعرفهاش، ان الميراثيديم ده طبعا جواه جبت صغيره كده، لكن على يمين وشمال الجبت هنا في حاجه اسمها بنتريشن جلانز، زيها زي دي بالظبط. زي اللي فين؟ في السركاري، مليانه ماده عامله زي الصودا الكاويه، يعني ماده حارقه. فالبيض ده قاعد اهو، صح يا ولاد؟ هتكبر واحده تطلع دي. الميراثيديم ده يا ولاد هو قاعد جوه البيضه كده، وهو في الحته ده ايه؟ في الانتستين، بيفضل يفرز انزيمز، هنعملها باللون الايه؟ الاحمر. اهي كده الانزيمز فين؟ جواه ولا براه؟ براه. بس جوه البيضه ولا بره البيضه؟ جوه البيض، يعني ما بين الميراثيديم وما بين الشل بتاع البيض. قلت لك الانزيمز دي يا ولاد عباره عن ماده كاويه، صح؟ تقوم تخرم البيضة كده خرام صغيرة. طب ها الخرام دي تعدي ميراثيديم؟ يعني ممكن يخرج لا طبعا، لكن توقع ايه؟ توقع انزيمز منها بالشكل ده. يا نهار ابيض، يعني البيض وهو قاعد محشور في الميوكوزا بتاعت العيان كده عمال يشر مادة كاوية، صح ولا لا؟ بيشرها من البنتريشن جلانس بتاعته. ها يا معلم، هتفضل الانتستين سليمة كده ولا هتألصر؟ هتألصر من كتر الانزيمز. طيب يا سيدي، ده بلاد فيسل معدي في امان الله. الالسر دي بقت ديبر 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 ديبر، فتحت على البلاد فيسل بالشكل ده. يقوم البيض كله يروح فين؟ في الدم، صح؟ طب الدم ياخده فين؟ في كل الاورجنز اللي في جسم الانسان. كانها مالجنه تيومر كده، بعتت سكندري ميتاستاتيك سبريد اول اوفر ذا بودي. طب البيض ده لما يروح في الاماكن الغريبه بقى في المخ والعضلات والفيتال اورجنز كلها، يعمل حاجه من حاجتين، يا اما يتكون حواليه جرانيولوما بتعمل مشكله في الاورجن نفسه، يا اما يخش في البلاد فيسل اللي بيدي الدم للاورجن ده،
فيسده، ساعتها يبقى اسمها ايج امبوليزم. اسمها ايه؟ ايج امبوليزم. اقول تاني سؤال، دي الميوكوزا بتاعت سمول انتستين ودي الجلال، مين الزرق دول؟ الادلت هل فري ولا ديبلي امبيدد؟ ديبلي امبيدد. بيطلعوا اكس، الاكس بتطلع انزيمز بتعمل ألسرز في الجدار، الألسر تبقى فيستولا كبيره كده تفتح ما بين الميوكوزا والبلاد فيسل، يوم البيض نازل في الدم او في الليمف وينتشر اوفر ذا بادي. دي اسمها ايه؟ ها، انتشار البيض بتاع الاتروفيس في كل الفايتال اورجانز. طب البيض ده هيعمل حاجه من حاجتين، يا اما يبقى انترابد يعني يتحبس في التشو نفسه في الليفر نفسه مثلا يعني، ها، ويتكون حواليه جرانيلوما، يا اما يسد البلاد سبلاي بتاع الليفر ده، دي اسمها ايج امبوليزم، ويعمل ايه؟ نكروزس في الاورجان ده، منع عن الدم. يبقى الهيتروفيس ممكن تبقى خطيره ولا لا؟ طب هاجي لك في الامتحان اللي جاي سؤال يقول لك علل ليه الهيتروفيس رغم انها دوده هبله صغيره في الحجم وتجيب مغص ورسال لكن ممكن تبقى فيتال. فهمت ليه؟ عشان اللي انا قلته ده اسمه ايه ده؟ ايج امبوليزم. لو سمحت ارسم الرسمه ده اهي اهي عند الايج امبوليزم كده او في ورقه لوحدها في ظهر الورق براحتك خالص. المهم ترسمها عشان تفتكر لما تروح البيت. بس في الجي اي دي سوري في اللارج انتستين يعني في الاخر بقى. نيجي للصفحه عندنا دواء واحد بس اسمه برازي كوانتين، ده الدواء بتاع الكلونوربس اللي اسمه بيتريسايتوسادريون. بس يا سيدي نيجي للصفحه، الكنترول مهم جدا اهو للمره ال 800 للمره ال 800 وفي ناس الكلام بيخش من هنا ويطلع من هنا. للمره ال 801 اسئله الكنترول اساسي في كل امتحانات الباره، يعني اوعى تيجي عندها وتفرها تقول خلاص هالفها وخلاص، لا ده كلها كلام بين السطور كمان. دكتور خمس حاجات هعملهم عشان ما يجيليش الدوده الوحشه دي، ايه هما؟ اثنين هعالجهم، وحاجتين وحشين هبطل اعملهم، واحد هقتله. مين اللي هقتله في النفس منه؟ اثنين. طب اسمع بقى دكتور، مبيدات القواقع يعني مولاسكيسايتس، وخدنا الكلمه دي في الفاشيوله والكلونوكس. تاني يا اولاد، سنيل باللاتين يعني مولاسكا، مبيدات القواقع يعني مولاسكي سايز. بص لي بقى، جميع المولاسكي سايز لو دي بحيره
ادي سطحها وادي القاع بتاعها. بتترش جميع الملاسكسايتس، تعمل سيرفيس لاير كده على السطح بس. يعني ما عندناش حاجه اسمها مبيد للقواقع بينزل تحت كده. ده سيرفيس تيلر، بياكل الحاجات اللي على السيرفيس وبتاكل على السيرفيس بس. يبقى السنيل بتاع مصر اللي اسمه بايرينيلا كونيكا بتاع الهيدروفيس هيتروفيس بيعيش على السطح كده ولا بوتون فيدر؟ بوتون فيدر. يبقى هيتسمم بالملاسكسايتس ولا لا؟ لا. فالامتحان اللي جاي هيقول لك كده برضه، هيقول لك ليه البارينيلا كونيكا ريزيستنت هو بس للملاسكسايتس؟ ليه بيقاومها؟ عشان هو ايه؟ بوتون فيدر، وجميع الملاسكسايتس تبقى سيرفس ايه؟ سيرفس كيلرز. فاهمين يا ولاد؟ ده اللي بالاصفر عندك. طب قتلنا السنيل، بوظنا السايكل، ومش هنعرف نقتله. فنعمل الحاجات التانيه. مين اللي هنعالجهم؟ المان في صفته ديفينيتيف، ومين بقى ريزرفوارز؟ دوجز وكاتس والبيز. نعالجهم بصفاتهم ريزرفوارز. طيب ايه الحاجتين الوحشين اللي هنبطل نعملهم؟ افويد ديفيكيشن ان ووتر، وافويد ايتنج امبروبرلي كوكد او امبروبرلي سولتد فيش، او اعمل ديب فريزنج للفيش ده. صح؟ طب عندك كلب او قطه في البيت، تاكلهم سمك نايم؟ يبقى افويد فيدنج الدوجز والكاتس الرو فيش. طب بنستورد سمك، ناخد بالنا منه ونفحصه، صح؟ ولو بنصدر سمك للناس يبقى يكون عندنا ضمير وبرضه نفحصه قبل ما نصدره، طلع سليم نصدر. بنعمل احنا كده او اي حد بيعمل كده؟ اساسا هفحص سمك ازاي؟ يعني انا اعرف السمكه دي؟ اعمل لها سونار مثلا؟ صح، نعمل لها بايوبسي ونشوف، لو طلع واحده ولا اثنين فيهم البال ولا حاجه خلاص يبقى بقى كله بايظ، مش كده ولا ايه؟ مش هفحص سمكه سمكه، صح يا ولاد؟ حلو. ايه اللي بقى؟ نرجع تاني لورا. يعني المان والخنزير البيضه بتنزل في البراز بتاعهم، صح؟ طب الانترميديت وسط الاوحد هو سنين، لازم سنين طالما تريماتوت، مش كده؟
اسمه ايه بقى الحلزون العجيب ده؟ اسمه سيجمنتينا هيميسفيرولا. بس الكتاب مش كاتب هيميسفيرولا وانا مش كاتبها مرات، يبقى انت تحفظ كلمه ايه؟ سيجمنتينا سنين، وده بقى طبيعي خالص. ها يبقى بيعيش على السطح سيرفيس فيدر وبيحب المايه العذبه، يبقى فيش ووتر. بس اول مره نلاقي سنين شمال. ايه شمال كان بيعمل ايه يعني؟ ماشي على حل شعره ولا فتحته شمال؟ فتحته شمال. ايه الكلمه دي بقى؟ سينستر. بص في الصوره كده، بص لاخواته دي الفتحه يمين، بص ليه هو الفتحه شمال. سينستر. يلا يا سيدي نقلب الصفحه. اكبر ديدان قلب تريماتود العشره. دكتور هم 10 تريماتودز عندنا في المنهج على مدار المنهج كله، تمام؟ مين اكبرهم؟ فاشيولوكسس ماسكار. عشان كده اسمها جاينت اند ستاينال فلوك. يعني ايه فلوك؟ يعني تريماتود اكبر واحده. يعني لو اتجنن في مخه وقال لك مين اكبر تريماتوده، مين اكبر فلوك، هتقول له مين؟ هتختار ايه؟ فاشيولوكسس ماسكار. يعني حاجه قد كده كبيره جدا بتاع 7 سم، ممكن توصل كمان ل 10 و 12 سم. نقلب الصفحه ونتفرج على اللايف سايكل اللي هي مطابقه تماما لسايكل الفاشيوله. طب ليه؟ عشان اسمها شبههم. هي اسمها شبههم ليه؟ شبه الفاشيوله ليه؟ عشان الثلاثه عيله واحده. اسمهم بس يا ابني واحد. اسمهم فاميلي فاشيولي. اسمهم ايه؟ فاميلي فاشيولي. اثنين ليفر اللي هم فاشيوله جيجانتيكا وفاشيوله هيباتيكا، واحده سمول انتستين اللي هي مين؟ فاشيولوكسس باسكار. اثنين في مصر وواحده في الفار ايست اللي هي مين برضه؟ الفاشيولوكسس. عشان كده نفس البيضه ونفس السايكل بالظبط، هنراجع عليها بسرعه خالص. ها يا دكتور هنبدا بايه؟ ها؟ مين دي؟ البيضه، بس البيضه ام ماتيور، يعني فيها اوضم وحواليها يق سالس اهو. ام ماتيور اج. ها؟ ايه اللي قدام ده؟ اوبركيولوم، ودي اوضم، وده يق سالس، ودي تمشل. سهلة خالص، لونها أصفر، حجمها 140 في 70 مايكرومتر. أم البيضة دي بيضتها في الأمعاء، يبقى هتنزل مع الأسطول. بتاع مين ومين؟ بتاع المانوال بيك اللي هم الديفينيتيف وريزرفوار. أهو نزل لازم مية يا ولاد؟ لازم مية. طب هل البيضة ماتيور؟ لا. ناخد أسبوعين ونماتيور. نماتيور يعني الأوفم تاكل كل اليوك سيلز وتتحول إلى ميراسيليم. يعني البيضة بتماتيور في المية في خلال أسبوعين، دي اسمها ماتيور إيج. بعد شوية في المية البيضة تفقس هاتش، تطلع إيه؟ مين ده؟ ميراسيليم. يروح داخل في ده. مين ده يا ولاد؟ السنيل اللي هو يمثل انترميديت هوست. يروح عامل بقية كلمة مصر، فاكرها؟ مين دول؟ مين اس دي؟ سيست. مين ار دي؟ ريديا. حلو قوي بس كده. ها؟ تتحول الى سيركاريا من موسيمبل تيل. ليبتو سيركاريا. سهله خالص اهي. ادي البادي اللي اسمها ميتا سيركاريا، وادي الديل، والبادي ده في الاورال سكر وفي الفنترال سكر وفي الجت عادي خالص اهي. بس الغدد يا ولاد مش بنتريشن جلانس. الغدد اللي بتعمل سيست كان اسمها ايه؟ سيستوجينس جلانس. هي دي الفرق بينها وبين اللي فات. سيستوجينس جلانس. ها يا معلم الديل ده سيمبل تيل ولا ميمبرينوس تيل؟ سيمبل تيل. عشان كده دي اسمها ليب 2 يعني سيمبل سيركس سيركاريا. نخرج بره السنيل اهو نفس الكلام. اوتسايد سنيل ان ووتر، ونعوم لحد شط الترعه اهو اللي هو الووتر اتش، ونفقد الديل لبقى ايه بس؟ ميتا سيركاريا بس. تخاف من الشمس طبعا، هتلزق نفسها على الفص والخضار والكلام ها، وتخاف من الشمس تروح محوطه نفسها بسيستو. وجابته منين؟ من السيستوجينس. يبقى اللي هرسمها هنا على ورق الخص دي ميتا سيركاريا قرعة ولا انسيستد؟ انسيستد ميتا سيركاريا. اهي يا سيدي عامله زي الكوين كده اهي، ده السيستول نفسه. وادي ال
ميتا سيركاليا قاعده جوه اهي، وبادي الاورال سكر والفنترال سكر والجاتس، دي اسمها انسيستد ميتا سيركاليا. حلو قوي. طبعا دي انسيستد على ايه؟ اون فيجيتابلز، على الخضروات. واحد جديد هيتعيد ازاي؟ بس كده انفكشن تو اذر مان باي انجستشن اوف انسيستنت ميتا سيركاريا اون كونتامينيتد فيجيتابلز. ادي الموديل انفكشن هتروح رايحه على نيومن اوف سمول انتست، تقلب على طول قلق. ها اضغط يتجوزوا نجيبه اكس بس كده. مين يا جماعه الانفكتيف ستيج في السايكل دي اللي جمعها الخضار؟ انسيستنج ميتا سيركاليا. ايه الدايجنوستيك ستيج من السبع ستيجز دول اللي هتنزل في البرار؟ وطبعا ده المود اوف انفكشن. بس يا سيدي يلا بقى عشان الباثوجينيسيس بتاعها رخم شويه، في شويه لف ودوران وبنحب قوي في الامتحانات. الحته بتاعت النهارده دي يا ولاد تحس انها سهله، صح؟ صح ولا لا؟ وهي سهله فعلا بس مليانه اسئله، فمش عشان سهله انك تحفظها، لا سهله تذاكرها كويس قوي. خلصتوا رسم؟ دكتور الناس اللي رسمت ممكن تبص لي بص هقول لك سؤال جاي في الامتحان. اسمعني يا بابا، يقول لك واحده من الكنترول ميجرز اللي جايه في الخمس اختيارات دول ما تنفعناش في الهيتروفيس مثلا. تاني one of the following control measures is not recommended، يعني مش عايزينها، ما تنفعش يعني، بلاش لازمه يعني in control of هيتروفيس اللي احنا لسه واخدينها. هكمل بس. واحد مثلا يقول لك ايه؟ كنترول، لا استنى انت طبعا هتاخد كنترول اوف سنيلز. لا ما احنا بنديله طرق ثانيه. ماشي؟ كنترول اوف سنيلز مثلا. اثنين افويد ديفيكيشن ان ووتر. الاثنين دول صح. يبقى دي مش هنختار، هو عايز اللي ما تنفعش مش كده؟ تريتمنت اوف بيشنتس. يبقى دي مش هنختارها برضه عشان دي صح، صح؟ هو عايز حاجه ما تنفعش.
تريتمنت اوف ريزرفوار هوست. دي برضه صح مش كده؟ يبقى مش هنختارها. افويد ووكينج بير فوتد ان كونتامينيتد سويل. ما نمشيش حافيين في التربه. ايه علاقه ماشيين حافيين بالموضوع بتاع التربه؟ هل دي بتيجي باختراق الرجل الحافيه ولا فوت بور؟ فوت بور. يبقى مين اللي ما تنفعش؟ افويد ووكينج بير فوتد ان كونتامينيتد سويل. فهمتوا قصدي؟ فهمت اسئله البار بتيجي ازاي؟ يعني انا ما بجيبلكش حاجه كده بوم في وشك سهله كده. يا ابني ايه الانفكتد بتاع فلان؟ يا شيخ ما احنا بنعرفها. هفضل اتشقلب لك بالشكل ده، فهمت ولا لا؟ اذا انا عايز واحد مبصمج ولا فاهم؟ فاهم. وفاهم دي اهم حاجه، صح؟ دي يا ابني اللي بنطلع منها الانفكتد والدايجنوستيك، صح؟ والباثوجينيك والمود اوف انفكشن. وبنطلع منها الباثولوجي كله، صح يا ولاد؟ وبنطلع منها التشخيص وبنطلع منها الكنترول. الحاجه الوحيده اللي مش مكتوبه على دي هي ايه؟ التريتمنت، دواء بنحفظه كده، ده بقى اللي هنبصمجه، مش كده ولا ايه؟ لكن كل حاجه ثانيه لو مش فاهم اقسم بالله ما هتجاوب كلمه في امتحان الدكتور. فهمت ولا لا؟ لازم تبقى فاهم. طب انا كده بخضك يعني؟ لا، بقول لك اهتم يعني ما تلزقش، فهمت يا دكتور؟ انت خارج من الحصه فاهم. يبقى نخليني فاهمين كده لحد الامتحان. يعني اذاكر وراجع واحل اسئله وهكذا، فهمت ولا لا؟ يعني ما اجيش ارميها واجي في الاخر يا نهار اسود كل دي عباره اروح مبصمج وملزق. مش هتفهم السؤال، فهمتني ولا لا؟ ماشي يا دكتور؟ والامتحان بقى 60% ام سي كيو و40% اس، تمام؟ ده القرار النهائي حتى لحظتنا دي من قبل ما اجي الكليه دلوقتي، ماشي يا اولاد؟ 60% ايه؟ ام سي كيو و40% اس. ولعلمك على فكره اللي انتوا مخطوطين منه ده اللي هو اس اسهل من الام سي كيو ويلم درجات. لو الامتحان كله اس مفيش طالب هيسقط. لا والله العظيم بقول لك كده يا ابني خبره 21 سنه. لو امتحان كل اسم متهرتل وانا عشان طيب بطلع اي حاجه واديك درجه، انما الام سي كيو وانا طيب هعمل ايه؟ هديك صفر برضه حتى لو غلط صح ولا لا؟ الام سي كيو يا جماعه يا يا لا، انما الريتن ده جميل اقسم بالله. ماشي يا ولاد؟ وبعدين خد بالك استنى بس، الريتن ده ما عادش زي زمان تكتب صفحه مش ثانويه عامه هي ده شورت، يعني ممكن ثلاث اسطر الاجابه. وانا هنزل لكم مذكره كيسي ممتازه فيها كل حاجه ان شاء الله، ماشي يا ولاد؟ وتجميعات وحبشتكات وكله بس قرب الامتحان. ماشي؟ لا ده على كله. حتى الايه. حتى الايه بكره الصبح يجتمعوا يا نهار ابيض غيرنا. او مثلا هو مايكرون ده تفشى، لا خلاص خليها بصمجه. فهمت قصدي؟ فاينل نظري وعملي. ايه بقى؟ الاسسمنت لا امسكيو بس. يلا يا دكتور. معلوم كانوا عايزين على فكره يعملوا فيه واحد بس لا هيصححه بقول لك بلاش بقى. حد رفع نعم. ايه دي؟ اثنين. ماله؟ لا انا اسف كاستيرو خلاص. يلا يا ولاد. يلا يا ولاد الناس اللي بعد ما تذاكر دوتين ثلاثه بيخشوا في بعض، ما كل البشر كده، وبعد ما تذاكر شويه حاجات فارما بيخشوا في بعض وشويه حاجات مايكرو باثولوجي بيخشوا في بعض عادي جدا. حلها حاجه واحده التكرار. عينك لما تشوف الورقه اللي قدامك دي اللي فيها اصفر واحمر واخضر كذا مره بتنطبع في الدماغ الى حد ما حاجه اسمها فوتو ميموري يا ولاد. بس انت بقى ساعتها تفتكر الشكل الاصفر والاحمر والاخضر ده من راس السؤال. يا ابني مش بتكلم انا وانت، لو سمحت تسمعني من فضل. فهمتوني يا ولاد؟ بس كده نخش بقى على الباثوجينيسيس وكلينيكال بيكتشر بتاع الدوده. صفحه 6. بصوا بقى يا ولاد، هي دوده قذره. ليه بقى؟ عشان حجمها كبير قد كده. فطبعا بتعمل سيفير ريتيشن في الميوكوزا بتاعه السمول انتستين. عكس الهبله اللي كانت من شويه كانت صغيره جدا بالملي. ما تبانش حتى بايه غير بالميكروسكوب بالعافيه، فكان الاريتيشن بتاعها احن شويه. اللي لما الباسكاي دي قد كف ايدي كده فبالتالي بتعمل ايه؟ الاريتيشن محترم في الهول بتاع السمول انتستين. يعني لو لايت انفكشن ميجي اسيمتوماتيك لو واحده او اثنين بس، لكن ممكن برضه تعمل نفته. فاكر نفته؟ نوزيا، اوميتنج، دايريا، ابدومينال بين، واكسسيف ميوكا سيكريشن،
اذا كانت يا ابني اللي كانت بالملي كانت بتعمل اكسسيف ميوكاس سيكريشن، امال بقى قد كده دي هتعمل ايه؟ ميوكاس بالهبل صح؟ طب لو هيفي انفكشن اكتر من 100 دوده، تخيل انت 100 دوده دكتور تخن كده اهو، تخن كده وطول كده و100 واحده في الانتستين الرفيعه دي، بيعملوا في ايه على طول؟ انستانل ابستراكشن. من اهم مشاكل الدوده دي انسداد الامعاء. خطيره كلمه انستانل ابستراكشن بنموت فيها في الامتحانات. نقول لك انيوميريت بارازايتس، اكتب لي بارازايتس يا ابني اسمعني اللي بتعمل ايه؟ انتستاينال اوبستراكشن، واسالك على اثنين ثلاثه فيهم، فاهم؟ ادي اول واحده دي اسمها ايه؟ فاشيولوكسس باسكار. الحتت الصفرة دي اساسي حفظ، ماشي يا دكتور؟ هي دي الحفظ الاساسي. انتستاينال اوبستراكشن، طيب تمام، غيره بقى؟ اسمع رجالي دكتور، الدوده بتفضل بالسكرز بتاعتها، بص كده، ده السكر اهو. عارفين اللعبه اللي فيها حته كاوتشه كده بنلزقها في الملايين؟ اه ده السكر بالظبط، تروح جايب السكر بتاعها اورال وفنترال ولزقاهم في الانتستين كده. عملت نيجاتيف بريشر صح؟ ولزقت. عايزه تتحرك بقى، تعمل ايه؟ تروح نزعه كده السكر ولزقها في الحته دي اهو. مع كل واحده من دول هي بتقطع فينس. يا خبر ابيض فينس؟ اه بتقطع الفلار اللي هي مسؤوله عن الاب زوج. كمان بتفرز سموم فبتسمم البلاي، يعني بتخش تخرب البلاي ميكانيكال وتوكسيك. يحصل حاجه اسمها مال ابزوربشن، يعني الامتصاص يضعف. دكتور احنا بناكل حاجات كتيره قوي وتتهضم حاجات، تحرق حاجات وتنزل في الانتستين حاجات مهمه وحاجات مش مهمه. المش مهمه بتنزل مع البراز، لكن المهمه بيحصل لها ري ابزوربشن عن طريق الايه؟ البلاي. طب لما نفقد البلاي يحصل حاجه اسمها ايه؟ مال ابزوربشن. والنبي لما تباصش دي حته في الامتحان على طول، اسمها ايه اللي هيحصل ده؟ مال ابزوربشن، يعني ضعف في الامتصاص بتاع الامعاء نتيجه بوظان في الايه؟ في البلاي. طب وهيحصل ايه بقى؟ اسمع يا سيدي، تقعد تاكل بروتينز 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 من بقك هنا ماشي؟ كلها تنزل في البراز ما تمتصش صح؟ فيحصل هايبو بروتينيميا، هايبو البومينيميا. طب ده يعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل ميه. برافو عليك يا شباب. ايه دي؟ دي الخليه بتاعت جسم الانسان، اهي مدوره تمام؟ جواها نسبه ميه معينه. اللي بيحافظ على الميه دي جوه الخليه ما تطلعش بره في التيشو؟ الوول والاوزمولاريتي، الوول بتاع الخليه والاوزمولاريتي. طب ايه اللي بيخلي الوول ده سليم والاوزمولاريتي صح؟ الالبومين، البروتينز. طب لما يحصل هايبو البومينيميا تبوظ الاوزمولاريتي صح؟ يوم يحصل ايه؟ الميه تخرج من جوه الخليه لبره الخليه في التيشو، يحصل كولابس في الخليه تبوظ وتموت. طب الميه هتعمل ايه؟ تتجمع في كل حته في جسمنا، يحصل جنراليزد ايديما، وشه ينفخ، رجله تنفخ، فهمتوني؟ ده نتيجه الهايبو البومينيميا. دكتور السندروم ده اسمه ايه بقى؟ طب قبل اسمه هو نتج عن ايه؟ باثولوجي حصل في الفلاي بتاعت اسمه الانتستين ادى الى ضعف او فقد الابزوربشن صح؟ اسمه بقى على بعضه بقى عشان مهم جدا، بروتين لوزنج انتيروباثي. تعال نفسر الكلمه، بروتين يعني بروتين لوزنج فقد او فقدان، انتيرو انتستين، باثي باثولوجي، فهمت؟ يعني فقدان بروتين في البراز نتيجه باثولوجي في الانتستين. ده سندروم عظيم في كذا واحدة بتعمله، أول واحدة أهي اسمها إيه؟ فاشيولوكسس. فهمت ليه الباسكاي موضع أسئلة على طول؟ عشان بتعمل حاجات يونيك لوحدها، بتعمل انستاينال أوبستراكشن وبتعمل كمان بروتين لوزنج انتيروباثي. من أكثر الحاجات اللي بتيجي في الامتحان اللي جاي اسمع بقى، الدودة وهي قاعدة جوه الانتستين بتكونسيوم الفيتامين بي 12. تقعد تحشره 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 في بقها لحد ما هتفرقع بقد كده اهو من كتر الايه؟ الفيتامين بي 12. فاكر كلمه حشر وزنقه دي خدناها في الملاليا كان اسمها سيكويستريشن، فاكر؟ اذا الدوده بتعمل سيكويستريشن للفيتامين بي 12 فين؟ في بقها. ده ينقص ولا ما ينقصش عندنا؟ بقول لك بتاكله منك ينقص، يحصل هايبو فيتامينوزز فيتامين بي 12 الى جانب. طب في شويه ما كانتهمش، المفروض الانتستين تمتصهم واحنا نستفاد صح؟ طب الانتستين تمتصهم ولا بايظه روحها؟ بايظه روحها فيقع في الاسطول بقى ايه؟ يا نهار ابيض دي هتعدمك تماما الفيتامين بي 12. ده يعمل نوع من انواع ايه؟ الانيميا.
اسمها ميجالوبلاستيك انيميا او برنيشيس انيميا. انت يا دكتور خطيره الكلمه دي والله، كل كلمه في الحته الصفراء ده مليانه سؤال في الامتحان او اسئله في الامتحان. اخر حاجه بقى بيقول لك انها بتفرز سموم مش كده؟ بعض الناس الالرجيك يحصل لها الالرجيك رياكشن من السموم دي، زي اديما برضو وفيشل، يعني فيشل اديما واسايتس وتجمع ميه في جسمه كله. انا عايز بقى الحاجات اللي قلتها في الدوده دي نجمعها واحده واحده. بيقول لك لو لايت انفكشن، ده لو لايت انفكشن صح؟ هتعمل نفخه، تخيل؟ يعني لو هي هبله يعني اضعف الايمان بنعمل نفخه واكسسيف ميكو سيكريشن. طب لو هي هيفي انفكشن فوق ال 100 نفذة شديدة جدا ومور سكريشن الميوكس ممكن تعمل ستاينل اوبستراكشن. ادي اثنين اهو، ثلاثة بوظنا الفلاي عن طريق ميكانيكال وتوكسيك دامج، نعمل حاجة اسمها مال، ما تنطقوا بقى مال ايه؟ مال ابزوربشن. اسم سندروم ايه؟ بروتين لوزنج انتروبس. ليه سميته كده؟ عشان بفقد البروتين في براز العيان نتيجة باثولوجي في الانتستين، كمان سيكوستريت يعني بتكونسيوم، يعني بتاكل الفيتامين بي 12 والشويه اللي ما بتاكلهمش بيسقطوا في البراز عشان المال ابزوربشن، يبقى بتعدمني تماما الفيتامين بي 12. ده يعمل انيميا اسمها ايه؟ برنيشيس انيميا او ميجالوبلاستيك انيميا. اخر حاجه هامه ممكن ما تحفظهاش اللي هي الهايبر سنسيتيفيتي ريكشنز. طيب هو العيان هيموت؟ لو طفل هيموت طبعا. مال نيوتريشن هي عماله تاكل في اكل وكل الحاجات دي كلها، ده غير المال ابزوربشن. انا عمال اكل من فوق ونزل كل الاكل من تحت، اخبار الوزن ايه؟ مفيش. ابص شكل الوزن يبقى مصمص كده خالص. ستانتد جروس، يعني ايه ستانتد جروس؟ توقف نمو، نمو خلاص هيقف الطفل الصغير ده مش هيكبر نتيجه المال نيوتريشن، سوء التغذيه اللي هو فيه. طب لو سددت له الامعاء كمان هنا ممكن تبقى فين؟ صح ولا لا؟ ادي يا سيدي الباثوجينيسيس. بس يا عم يلا بقى ان شاء الله. العلاج للدوده نفسها وتعوض اللي بيقع. طب بعد دول ما تموت هيحصل ريبير عادي بالوقت. بس دكتور عندك التشخيص، ها محل الايام عادي الصور دور فيه على الاكس، الاكس عندك ايه؟ بنفس البيانات بتاعه الكاشوره بالظبط. دكتور تشخيص الدوده دي سهله جدا بالستول اناليسيس. ليه بقى؟ لان الدوده مفتريه. يعني ايه مفتريه؟ قد كده بتبيض الدوده الواحده 25,000 بيضه في اليوم، ده الواحده بس. تخيل يعني انت لما تفحص عيان عنده مثلا 100 دوده من دول، شوف انت اضرب 125,000 في اليوم الواحد. طب لو بقى لها مثلا شهر اتبطن، يا نهار ابيض، ده مش هينزل ستول، ده هينزل بيض وعليه شويه ستول، صح ولا لا؟ اذا تشخيصه بالستول اناليسيس سهل جدا جدا جدا. ده بالاصفر عندك ده سؤال انتربريت. ليه تشخيص يحسن تماما بالستول في حاله الباسكاي عشان بتطلع 25,000 بيضه في اليوم، صح كده؟ لو عملنا سي بي سي يا معلم هنلاقي ايه كالعاده؟ زينوفيليا ومعاها حاجه انا قلتها، نوع من انواع الانيميا اللي هو ايه؟ برنيشيس انيميا او ميجالو بلاستيك. هنا بقى يا جماعه الزينوفيل اللي قدامك دي في الصوره دايجنوستيك ستيج؟ ردوا عليا يا رد ريحني. لا طبعا دايجنوستيك ستيج مجرد ارتفاع في الزينوفيل يشككني في دوده، صح؟ لكن مين دايجنوستيك ستيج؟ البيضه دي في البراز، صح يا دكتور؟ حلوه نقلب الصفحه ونعمل كنترول. هو تقريبا العلاج، العلاج برضه برازيل كوانتال اللي هو بلتري سايد، تمام؟ دكتور الراجل عنده انيميا، عالج الانيميا، عنده هايبروتينيميا، ادي له هايبروتين دايت. اسمع الحته الصفحه، دوده مقرفه يا تسمع حتى وهي بتموت. دكتور هدي الدواء اللي اسمه برازيل كوانتال، قبل الدود ده ما يموت على طول بالبرازيل كوانتال بيتخض، او لازم اقول لك كده بيتخض في الليوم بتاع الانتستين. فلما يتخض من الدواء بيروح لف على بعضه كده وعامل كوره، تقوم عامله ايه بقى؟ انتستاينال اوبستراكشن. يخرب بيت يعني حتى وانت بتموتي هتعملي ايه في العيل؟ انتستاينال اوبستراكشن. بس ده بروفوكت باي ايه؟ مين اللي عمل كده؟ ده الدواء، صح ولا لا؟ طب يستحسن نخلي العيان مع مامته في البيت وبياخد الدواء؟ ولا يستحسن ما يكون محجوز عندك في المستشفى عشان اول ما تحصل له اوبستراكشن تلحقه؟ ها؟ يبقى الدواء ده يتاخد في البيت عادي براحتنا؟ ولا اندر اوبزرفيشن في المستشفى؟ اندر اوبزرفيشن في المستشفى ولا سؤال انتربريت؟ اه الاصفر يعني في الجامعة على بعضها كده تعمل اوبستراكشن اثناء ما بتموت. فاحنا محتاجين الواد قدام عينينا برضه، صح؟ بس كده. اقلب الصفحة، نفس برفنشن وكنترول، مين اللي حموتك؟ الاثنين. طب ده هيموت بسهولة؟
ليه بقى؟ عشان ده سيرفيس فيه ده عايز ده كله بقى صح؟ طيب يا شباب مين هنعرفه؟ المان اللي هو ديفينيتيف والخنزير اللي هو ريزرفوار. طب ايه القرف اللي هبطل اعمله؟ ديجيكيشن الموتر وهبطل اعمل ايه؟ اكل ايه بروبرلي ووش فيجوالز فروتس او اغسلها كويس فاكر في الخل والكلام ده بس احنا مش جايبين الخل والحاجات دي. طب عندنا مزرعه خنازير واحنا عارفين ان الخنزير دون ريزرفوار وسط التعقيده اللي اسمها ايه؟ فاشيلوبسس باسكار. اكله خضار فريش خاصيه كده من الارض على طول في بقه ولا اعمل لها فرمنتيشن او دراينج الاول؟ انشفها الاول. انشفها احسن. ليه؟ عشان لما تعمل لها دراينج او فرمنتيشن تخمر يعني بتقتل مين اللي عليها؟ الميتا سيركل. ها يبقى الخنازير نديها فريش فيجيتابلز ولا فرمنتد درايد فيجيتابلز؟ فرمنتد درايد فيجيتابلز. طيب افويد يوز ايه اس فيرتلايزر؟ الاسلوب بتاع البني ادمين او بتاع الخنازير. كلمه نايت سويل دي يعني البراز بتاع الخنازير يا جماعه، خدوا بالكم من الكلمه دي. عشان ممكن تلاقي كلمة في الامتحان avoid use night soil. ليه مهم يا ولاد؟ ده سؤال انتربريت علم. هتلاقي نفسك مش فاهم نايت سويل دي. نايت سويل يعني ايه؟ براز مين؟ ايه الخلل؟ نقلب بقى الصفحة بجد الموضوع. فيرتلايزر يعني سماد. يا شباب فيرتلايزر يعني سماد، سماد أرض زراعية. يا ولاد في برضه حته دكتور حته حلوه جدا هم عيله واحده اسمها فاميلي فاشيوليدي صح؟ فاشيولا جايجانتا هيباتيكا دول بتوع الليفر واختهم بتاع الانتستين اسمها ايه؟ فاشيلوسيس باسكار. يقول لك الثلاثه دي او العيله دي كلها بتعمل انيميا صح ولا غلط؟ صح. بس انيميا الفاشيولتين كانت ايه؟ مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا وكان سببها بليدنج من الليفر نتيجه التانلز. انما انيميا النهارده نوعها ايه؟ ميجالو بلاستيك جرنيشيس انيميا وكان سببها كونسامشن اوف فيتامين بي 12. اخو ده سؤال. نعم حاضر بس هروح اجاوب فيه. ايه تاني كده؟ لا بريك ايه؟ نخلص. دي نصاي. نصاي بالظبط. ماشي. والله اقل كمان. كده يا ولاد خلصنا التريماتود بتاع السمول انتست. نخش على مين بقى برضه كالعاده؟ سيستود وسمول انتست. ناخد واحده بس النهارده وهناخد بقيتهم ان شاء الله اللي هم الخمسه اللي فاضيين الحصه اللي جايه. بعد كده جرافيتس ايه جرافيتس؟ يعني حاجه يعني يوترس مليان بيض وخلاص صح كده؟ طب ممكن قبل ما اخش في الموضوع ارسم لك رسمه صغيره من سنه اولى عشان تطلع منها. فاكر كان في حاجه اسمها سنه اولى؟ ركز معايا بقى. انا هرسم شكل الماتيور سيجمنت بتاع السيستم وبعدين بقى فراني والصداع. انا مش حافظ الاسم احمد مصطفى ولا اسمك ايه؟ انا؟ اه دكتور
عبد الرؤوف. اسكتوا انتوا الاثنين بقى. عبد الرؤوف سكتوا ماشي. يلا بصوا لي يا اولاد، ده الماتيور سيجمنت. ليه سميتها ماتيور سيجمنت؟ عشان فيها ماتيور سيكشوال اورجانز. ممكن تبص عليهم، ده الاوفري بتاعها اللي بيطلع البيض تمام، ودي اوضه صغيره كده بيحصل فيها الفيرتلايزيشن. طيب ماشي، التزاوج يعني الاوفم بيخش فيها السبرم في الحته دي، وده اليوترس بتاع السيستود. ما تتلفتش بقى، خليك معايا عشان دي مهمه جدا. فاهم الصوره؟ يبقى ده ايه ده؟ الاوفري، ودي اوضه كده اسمها اوو تايب هناخدها بعدين، بيحصل فيها التزاوج. يعني السبرم بيخش في الاوفم، وده ايه ده بقى؟ ده اهم حاجه. ده مين ده؟ ده اليوترس. وفي بقى دوائر على الجنب كده اللي هي التستس كتير بقى. السيجمنت الماتيور الواحده فيها بتاع 150 ل 200 تستس، كل دول تستس. وده اوفر. دكتور بص لي بصه، تقول لي تستس اوفري مع بعض؟ اه، يبقى الماتيور سيجمنت دي هيرمافرودايت صح؟ يعني تلقح نفسها، مش محتاجه اذر وورم عشان تلقحها. جميع السيستودز التسعه هيرمافرودايت. بيحصل التزاوج هنا دوت. ممكن بص والنبي؟ النبي انت بص. يبقى ايه ده؟ ده البيض ماله كله فيرتلايزد. عايز بقى يخرج بره الدوده صح؟ يروح طالع في اليوترس كده. ها؟ طالع فين؟ في اليوترس. كل الاحمر ده عباره عن ما تنطق؟ اهو اهو، كل الاحمر ده عباره عن ايه؟ اكس. اليوترس فوق مفتوح ولا مقفول؟ مقفول، ده اسمه بلايند يوترس. يبقى سيستودز كلها عندها بلايند يوترس. تقولي ما مفتوح من تحت اهو، ما احنا مالنا؟ ده مفتوح في الاوضه بتاعت ايه؟ الفيرتلايزيشن. لكن مش هيخرج البيض صح؟ كده البيض يتحوش ولا يخرج؟ يتحوش يتحوش يتحوش. البيضتين ثلاثه اتجمع عليهم بيض كتير، بقوا 5000 بيضه. هيفضل اليوترس رفيع كده؟ ولا يتنفخ قوي كده؟ ده اليوترس على فكره مش السيجمنت. ده اليوترس مليان يا ولاد؟ مليان ايه؟ فيرتلايزد اكس بالالافات. طب السيجمنت هتفضل زي ما هي كده ولا تكبر وتطول معاه كده؟ تكبر وتطول معاه بالشكل ده اهو. عارف دي اسمها ايه؟ دي اللي اسمها جرافيد سيجمنت. ها يا دكتور اسمها ايه؟ جرافيد. يبقى ايه السبب اللي خلى يتكون في السيستود جرافيد سيجمنت بعد الماتيور سيجمنت؟ ان اليوترس ماله؟ بلايند. الناس اللي ناحيتها ما بتقاش خالص، فاهميني؟ شوف ليه بيتكون حاجه اسمها جرافيد سيجمنت في السيستودز؟ بيكوز يوترس از بلايند، ملوش فتحات، فبيحوش بيحوش الانت الاكس، فبيضطر يعمل ديستنشن بالشكل ده صح يا ولاد؟ دي اللي اسمها ايه يا ولاد؟ جرافيد سيجمنت. ولاد ده يوترس وده كله اكس. للمره 18 تاني اهو، ايه سبب تكوين جرافيد سيجمنت؟ بلايند يوترس. الا مين بقى اللي مش كده؟ الدوده اللي هتاخدها دلوقتي. استثناء الوحيد في السيستم اسمها داي فيلو بوثريوم ليتام. صفحتين معلش 10، افتح صفحه 10 يلا. اسمها داي فيلو بوثريوم ليتام. اسمها يا اولاد داي. داي يعني كام؟ اثنين. وبوثريوم يعني سكر بس باللاتيني. يبقى دي عندها كام سكر في دماغها؟ تو سكرز بس. داي فيلو بوثريوم ليتام. ممكن بصة؟ يا ابني بص لي هتخنقني، لا تبص لي. الوحيدة اللي عندها ايه بقى في اليوترس؟ عندها فتحة من فوق كمان. يعني عندها يوتراين اوبننج. يعني اليوترس بتاعها مش ايه يا ولاد؟ مش بلايند. اوبند يوترس. فاهم ولا لا؟ ها؟ يحصل ايه هنا؟ فيرتلايزيشن. البيض يطلع 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 صح؟ عايز يخرج من الدوده، هيخرج ولا لا؟ هيخرج. كل ما تعمل 10 بيضات من تحت يطلعوا فوق ويخرجوا ويعملوا سايكل. يبقى عمر اليوترس ده ما هيدستند، ما هيتفق ولا يحوش بيض. يبقى على طول نو ايه؟ نو جرافيت سيجمنت في الدوده اللي اسمها داي فيلو بوثريوم ليتام. تاني يا دكتور، مين الدوده الوحيده اللي في السيستود اللي ما عندهاش جرافيت سيجمنت؟ عندها شويه اماتيور وشويه ماتيور وخلاص، مش محتاجه تعمل جرافيت. مين هي؟ داي فيلو بوثريوم ليتام او ليتام. طب اشمعنى دي بالذات مش محتاجه تعمل جرافيت سيجمنت؟ لان عندها يوتراين اوبننج بيخرج البيض اول باول.
اقرا المربع الاصفر التحتاني وطمني عليه. مهم قوي قوي السؤال ده، انتربريتايا بنموت فيها. اشمعنى دي بالذات في السيستودز التسعه اللي ملهاش جرافيت سيجمنت؟ عشان عندها ايه؟ عندها يا واد والنبي عشان عندها ايه؟ يعني عمرها ما هتحوش ضد وهكذا. يعني ايه كلمه ديستشارج؟ يعني تطلع تطلع يعني تطلع. طب تاني عشان خاطر الشال اللي هيجي لي في الامتحان اللي جاي. الدوده اللي اسمها دايفيلو بوثريوم ليتم اللي هنشرحها ان شاء الله عندها جرافيت سيجمنت؟ لا بجد؟ ليه بقى؟ طب لحد ما تروح هتفتكر الكلمتين دول؟ ها؟ ليه بقى ما عندهاش جرافيت سيجمنت؟ عشان عندها يوتراين اوبن، وبالتالي ما بتحوش الاكس جواها، بتعمل سيت شارج من الاكس اول باول، مش محتاجه تبقى حامل بقى، صح ولا ايه؟ فاهمين يا اولاد؟ بس الحمد لله. طيب الدوده دي يا اولاد برضو بتنتقل عن طريق سمكه. ده السمك بس خالص معانا كده ولا ايه؟ ونفس السمكه بتاع الفار ايست عشان هي في الفار ايست، فاكرها؟ سايبرينويد فيش اللي هي احد انواع السلمون فيش. وطالما السمكه ليها دور في نقل العدوى يبقى عندي كام عيل وسيط؟ اثنين، بس اوعى تقول سنيل هنا عشان دي سيستود مش تريماتود. مين بقى الفيرست انترميديت هوست بتاعنا النهارده؟ حشره. حشره بتعيش في الميه العذبه اسمها بالعربي برغوت الميه او ووتر فلي، اسمها باللاتيني ساي كلوبس. اسمها ايه؟ ساي كلوبس. ساي كلوبس عشان ايه اسمه ساي كلوبس؟ لانه بيبقى اوبل ان شيب بالشكل ده، ده شكل الحشره نفسها، وعندها ابدومينال سيجمنتس كده، ورجلين كبيره من تحت، وخمس رجلين من الجناب، عندها عين واحده كبيره في نص راسها كده. عارفين افلام السندباد بقى بتاعت زمان وافلام الخرافات والتنين المجنح والحاجات الغريبه دي، مش كان في بيطلع واحد كده بعين واحده في نص راسه؟ ده اسمه سايكلوبس، فسموه على اسمه سايكلوبس، يعني ذو العين الواحده. ده قلنا حشره بيضه صغيره بتعيش في الميه العذبه اسمها سايكلوبس، او باللاتيني برضو كوبي اود، دي كلها اسماء. اوعى تحفظ اسم واحد يا تحفظ التلاته. اسمه الاساسي سايكلوبس، الترجمه الاخرى كوبي اود، بالانجليزي برغوت الميه يعني ووتر فلي. ووتر فلي، ووتر ايه يا واد؟ ليه؟ حلو قوي. كالعاده مين ديفينيتيف هوست؟ الماء. ومين الريزرفوار طالما السمكه ليها دور؟ فيش ايتنج انيمال. الكتاب بقى بيحب يدلعك، بدل ما اقول لك دوج وكات وبيج قال لك دوج وكات وفوكس. يلا عشان ما تزعلش نفسك. ماشي يا دكتور؟ ادي الصفحه رقم 1. انت يا واد انت وهو وهو وهي وهي. الدوده اللي ورايا دي اللي اسمها رايفيلو بوفر ليتا. عندها جرافيت سيجمنت؟ لا. لا ليه؟ عشان عندها يوتراين اوبن. وهفكرك بعد شهر هاجي لك السؤال وتقول لي هو انا اخترت ما عرفتش اختار ايه يا دكتور؟ ها؟ ماشي يا دكتور، هو ايه مشكله البار معايا؟ ها؟ ها يا دكتور نكمل؟ يلا نقلب الصح. تعال نشوف اللايف سايكل. ماشي يا اولاد؟ يعني مش بطولها كده، لا عامله حركات كده في الانتستن ومكعبره نفسها جوه ال 6 متر بتوع الانتستن، تمام؟ يعني ممكن تعمل ستاندر ريستراكشر، بس من رحمه ربنا انها كارم جدا، يعني كارم هاديه خالص، بالعربي بروطه، عارفين ايه بروطه؟ عامله كده في الانتستن، تاكل شويه فضلات تروح باي مكان، عارف دي لو هاجت هتنوض البشر كلهم، صح ولا ايه؟ 10 متر في الانتستن، صح؟ الزكات اللي كانت 7 سم في 14 مللي من شويه لكن اسمها باسكال قفلت الانتستين، امال ال 10 متر في الانتستين؟ ها؟ مش كده بقى؟ فمن رحمه ربنا ان مخليها ايه؟ مرطه تماما، لدرجه ان معظم العيانين بال 10 متر بطنه اسيمتوماتيك.
تخيل بس يا ابني بعدين الثلاثه دول وبعدين يا رؤوف بس خلاص اسيمتوماتيك ماشي يا اولاد. طيب الراس بتاعتها اللي هي السكولكس بص كده في صفحه 11 بالاحمر تحت وش مالي عامل زي اللوزه ولوزه يعني المند عارفين اللوزه المند شيء ايه كمان كلمه المند يشبه اللوزه. بص بقى شكلها بجد اللي طالعه من بني ادم او من عيان بص عامله ازاي ده حته منها بس كل ده حته منها. طيب نبدا بقى باللايف سايكل بتاعتنا. البيضه شبه بيضه الكاشيولا شويه دكتور انا الجدار بتاعها ده يا ابني بص لي عمال اتقل فيه انا بتقل فيه يا ولاد مش بعمله صح يا موسى مش بعمله دبل بس بتقل فيه يبقى برضه سكشن ايوه كده حلوه. ايه اللي جوه دي؟ اوبام. وايه اللي حواليها ده؟ يوك سيلز. تبقى ماتيور ولا ام ماتيور؟ ام ماتيور. حجمها 65 في 45 مايكرومتر ولونها اصفر وثيك شيل وبرضه نفس الغطاء قدام اسمه ايه؟ اوبركيولم. طيب ام البيضه دي بيضتها في الانتستين يبقى تنزل مع الاستو. لازم ميه؟ انت دايما لما اسال السؤال ده تشوف ايه هو الانترميديت جروب هتلاقي اثنين اكواتيك انيمالز برضه اللي هم مين؟ برغوث الميه والسمك صح؟ يبقى لازم ميه. طب ركز بقى معايا البيضه ماتيور؟ لا لا يبقى ناخد نفس الاسبوعين. الماتيور دي يعني اتكون فيها لاربا 1. لاربا 1 دي كان اسمها جراسيديا زمان صح يا ولاد؟ ركز بقى. البيضه هتفقس بعد اسبوعين بعد ما نضجت يعني ويطلع منها لاربا 1 على طول. لاربا 1 دي عباره عن كوره كده مدوره وجواها الامبريو ابو ست خطاطيف فاكره؟ اللي اسمه ايه؟ هيكسا كان امبريو. مش قلت لك الحته بتاعت الليفر ما تذاكرتش؟ اسمه ايه الزفت الاحمر ده؟ اسمه هيكسا كان امبريو، كان ليه اسم تاني اونكوسفير. الجدار بقى ده اللي هو من بره ده طلع منه سيليا كده. دي ضربه كام في السايكل يا ولاد؟ ضربه 1 اللي كان اسمها زمان ميراسيديا. هنا بقى اسمها كوراسيديام والاسم حفظ صم مش مشكله الشكل خالص اسمه ايه؟ كوراسيديام. الشكل ده كله على بعضه كده اسمها كوراسيديام. طيب بالراحه بقى عشان بنات ايه اللي جوه ده؟ ده اسمه ام كو سفير او ايه والنبي؟ هيكسا. ايوه هيكسا كانس امبريو. حلو قوي. اللي بره ده اسمه امبريو فور ومش مشكلتنا. المهم دي لاربا وانا الحمد لله اسمها فورا سيليا. هتعوم بالسيليا في الميه لحد ما تخش جوه مين؟ السايكلوبس اللي هو يمثل فيرست انترميديات هوست. اهو فاكر 40 واحده؟ عين واحدة في النص شكله جميل جدا ده السايكلوبس. مين داخل جوه السايكلوبس؟ الكورة سيديا يروح قلب على الأربع طول جوه السايكلوبس. ممكن بصة؟ ياد بصة بصة واحدة خلاص بحسها فاضل لها بتاع 10 دقايق. ها مين ده؟ كورة سيديا داخل في بطن السايكلوبس. الكورة سيديا عبارة عن أسود وأحمر صح؟ الأسود ده قلنا اسمه إمبري فور ومش مشكلة اسمه. اللي جوه ده اسمه إيه؟ اونكوسفير. الاسود ده بيتهضم في بطن السايكلوبس يطلع مين فري؟ اهو الاونكوسفير ونبل انت باصصنا. طب وايه دول؟ ايه دول؟ الست الخطاطيف اللي جواه مش كده؟ بص يحصل له ايه؟ يحصل له اي فاجينيشن لبره كده وكده ومن قدام يحصل له اي فاجينيشن بالشكل ده. ايه دي؟ دي اللارفا الثانيه في السايكل اللي اتكونت في بطن السايكلوبس اسمها برو سيركويد لارفا. برضه اسمها بس المهم اسمها ايه؟ برو سيركويد لارفا اللي هي ان 2 لارفا رقم 2. بتبقى حجمها 500 مايكرومتر وبتبقى سوليد. عارف يعني ايه سوليد؟
يعني صلبه ومصمطه من جوه زي طوبه كده يعني جواها فراغ. طيب يبقى ضربه تو اسمها ايه؟ يا ابني هسيبك ترسم اقسم بالله بس انت دي حته مهمه اسمها ايه؟ ضربه تو روز تيوتر اتكونت في جسم سايكلوبس. حلو قوي. طيب نخش في جسم مين بقى عشان نخلص؟ الفيش يعني السمكه ترقاق الى السايكلوبس ومعاه البروز تيوتر. نخش انسايد فيش تمثل سكند انتر ميديات جوز. بس بقى وقف الرسم دقيقه واحده. دلوقتي السمكه بقى جواها سايكلوبس وفي بطنه بروز الكويل. السايكلوبس يتهضم في بطن السمكه يطلع مين فري؟ بروز الكويل. في بطن مين؟ السمكه. يسرح في لحمها ويوصل للعضله بتاعتها اللي احنا بناكلها ويتحول للغبه ثلاثه اللي هي الاهم. دي بتبقى من قدام كده انفاجينيتد وليها راس اوفر صغيره كده عامل زي التعبان. وبعدين كورجيتد. يعني ايه كورجيتد؟ يعني مكرمشه من بره الريجولر من بره كده وليها في الاخر ديل صغير كده. بس دي لارفه كام بقى؟ ثلاثه. وفي لحم ايه؟ السمكه. ودي اللارفه الاخيره في السايكل اسمها ليرو سيركويد لارفا. دي جوه في لحم السمكه دي تعتبر ال 3 والاخيره. ايه بقى مميزاتها دي؟ من قدام انفاجينيتد اهو من قدام تمام ولونها ابيض تمام وحجمها 20 ملي متر. من بره يا اولاد ريجلر ولا ايه ريجلر؟ ايه؟ ايه الريجلر؟ طب من جوه يا اولاد سيجمنتد ولا لسه؟ لسه تبقى نوت سيجمنتد. وزي اختها سوليد يعني مصمطه من جوه. مين دي يا اولاد؟ الاربعه ثلاثه اللي اسمها ليرو سيركويت. دي في لحم السمكه. نتعيد ازاي يا اولاد؟ بناكل السمكه امبروبرلي كوكت وجواها البيرز. قلت له راح بسمول التستنت بس. دكتور مين الانفكتيف ستيج اللي احنا اكلناها في السمكه الملوثه؟ ليروسيلفو. دايما اخر يرقاد السايكل يبقى نحط عليها علامه كده ونكتب انفكتيف ستيج. كالعاده يا دكتور ايه الدايجنوستيك ستيج في بواز العيال؟ ايه يا اولاد؟ ايه يا ولاد المودو كونفكشن؟ انجستشن اوف زيرو سيكورد لارف ام ام بروبر ليكوبت او صوتد الفش. يلا الكلام بتاعك بياخد 30 ثانية. خلصت رسم؟ طب يلا بسرعة شوية. دلوقتي هو السمكة يعني هتاكل السايكلوبس ولا هتاكل السايكلوبس او تشربه مع المية كده ومعاه مين في بطنه؟ هو يتنظم في بطنها ودي تروح للحمها تتحول الى البيروسيل. اما نخلص رسم اشرحها تاني. نعم. طب خلصوا بس رسم هقولها تاني كلها بالراحه. خلصوا رسم يا اولاد وهنشرحها تاني بسرعه في دقيقه.
طيب خلاص بس الناس عشان ما نغلطش. لسه بيرسم. السكة دي كام مرحلة؟ على بعضها. قضت وبيضة وثلاث يرقات، يبقى كله كام؟ خمسة. اللي تقع من دول تحت الميكروسكوب وتشوفها يبقى اسمها ايه؟ دايجنوستيك ستيج، صح؟ مين اللي تقع تحت الميكروسكوب؟ البيضة. طيب، عايز بقى اراجعها تاني بسرعة كده. ادي القضت عايشة في السمول انتستم بتاعت العيان، صح؟ هتتجوز. والبيض البيض اهو بينزل في براز البني ادم بشكله ده، صح كده؟ بينزل ايه ماتيور، ينزل فين؟ في الميه. بياخد اسبوعين عشان يماتيور. ممكن نفهم ايه اسبوعين دي بيحصل فيهم ايه؟ ايه دي؟ القوه تاكل كل اليوكسيد تحول لكوراسيديوم ده، والبيضه تبقس يطلع منها مين؟ الكوراسيديوم. الكوراسيديوم ده عباره عن حاجتين اسود واحمر. الاسود ابو سيليا ده اسمه امبريفور، الاحمر ده اسمه اونكوسفير او هيكساكنزيم، على بعض اسمهم يا ابني هو كوراسيديوم. ده الاربع كام ده؟ 1. خرجت من البيضه في الميه تقعد لها كده يوم ولا حاجه، تروح داخله في جسم مين؟ سايكلوبس. اللي هو يمثل ايه السايكلوبس ده؟ فيرست انترميديت دوز. جوه السايكلوبس في خلال ثلاث اربع ايام الهيكساكنزيم امبريو او الاونكوسفير الاحمر ده يقلب على الشكل الجديد ده، ده اسمه ايه بقى؟ روس الكويت لارفا. ده قاعد في بطن مين؟ سايكلوبس. طب السايكلوبس في البروس الكويت اللي في بطنه دي يروح داخلين فين؟ في السمكه، تمام كده؟ السايكلوبس يتهضم والبروس الكويت تروح لحم السمكه تقلب على بليروس الكويت اللي هي بالشكل ده بالمواصفات دي. خلاص في النهايه وصلنا لحم السمكه في حاجه شبه الدوده كده اسمها بليروس الكويت لارفا. لارفا ثلاثه تحت السايكل. بني ادم جديد بيعيد ازاي؟ ياكل السمك الملوث وهو مين؟ فيروس البيض لاربا توصل سمول انتستين بتاعتي تتحول الى عضلات تتجوز وجيب بيض. سهله خالص. دايما اخر يرقات السايكل انفكتد، صح ولا لا؟ زي ما خدنا في الفاشيوله والكولنوركس كانت ايه اخر يرقات السايكل انفكتد؟ الانسيستد سكانيا زي ما خدنا النهارده في الهيتروفيس والميتاجونيوس والفاشيلوكسس. ايه اخر يرقات السايكل الخامسه؟ برضه الانسيستد ميتا سيركاليك تبقى انفكتد.
في دي مين اخر يربط السايكل؟ الليروسيركوت. يبقى هي الانفكتيف صح؟ بس مين بقى الانفكتيف ستيج بعد القصه دي؟ الليروسيركوت. ايه دايجنوست ستيج في الاستول؟ الاماتيور. ايه المود اوف انفكشن؟ انجستشن اوف الليروسيركوت بلاد ان improperly cooked او improperly salted سيبرينويد فيش. ماشي ماشي. نقلب بقى الصفحه. وصلنا صفحه كام دي الشاي؟ 13. نفتح صفحه 13 قبل خالص. دوده عامله كده اهو. ايه دي؟ بروطه. بتعمل حاجه يعني؟ لا. يعني ايه دي؟ اسيمبتوماتيك. طب لو بقت سيمبتوماتيك يوم ما تعرفني يعني تعمل نفخ نوزيا كوميتنج ضيارية ابدومينال بين او ابدومينال كوليك يا دكتور؟ دكتور ممكن. طب بتعمل حاجه سبيسيفيك؟ زي اختها الباسكال بتحب طعم الفيتامين بي 12. يبقى هتاكله هو والفوليك اسيد صح؟ تقوم تعمل برضه نفس الانيميا اللي اسمها بيرنيشيس انيميا. بنموت بقى في السؤال ده. انيوميريت الاثنين بارازايتس اللي بيسببوا بيرنيشيس انيميا. عرفت منهم مين؟ فاشيولا فاشيولوكسيس باسكاي وطايفيلو مافريام لاتم او ليتم. فهمت يا دكتور؟ اهم حاجه تحفظها اللي باللصقه. يعني انا مش هسالك في امتحان عن النفده طبعا. ما كله بيعمل نفده مش كده؟ ولا هسالك على الاسيمتوماتيك. طب ايه الاسيمتوماتيك؟ يعني ايه اسيمتوماتيك؟ ايه الحاجه السبيسيفيك بتاعتها؟ برنيشيس انيميا. ها اشخص ازاي؟ الاسطول ده في علم الايه؟ وساعات ساعات نادره جدا اخر ماتيور سيجمنتس تقع في المرض. فممكن نشوفها كده اخرى. ايه؟ دايجنوستيك مع البيضة. بس استنى يا ابني. مين الدايجنوستيك ستيج بتاعت المرض؟ البيضة. ماشي يا عم؟ وساعات مين معاها والنبي؟ الماتيور سيجمنتس. اللي هي الماتيور سيجمنتس؟ اللي هي قبل مفيش غلاف. اهو خلاص خلاص نخش على بعض. ها؟ هعالجها ازاي؟ ها برازي كوانتال. ده دواء يونيفرسال جميل جدا. طب ما في علاج نسيبها؟ علاج علاج علاج. طب برفنشن وكنترول. ها هيجيش ده ازاي؟ ابطل القرف ده اللي هو ايه مثلا؟ تريتمنت برضه بيشنت ريزرفوار. ها نحاول نقفل السايكلز بس كده مش كاتبها. وايه كمان؟ ها افويد ايتنج بروبرلي كوك سولتد فيش واعمل له دي فريزنج. وايه بروبر سيوج ديسبوزل دي؟ سيوج يعني المجال صح؟ ما المجال دي عباره عن مراد صح ولا ايه؟ مليان بيض نسيبها تطفى في الشوارع؟ لا نعمل شبكات صرف صحي اللي هو بروبر سيرج ديسبوزل. واشوفكم الاسبوع الجاي كم مره ان شاء الله؟ مرتين. واللي بعده كم مره ان شاء الله؟ مرتين. يبقى